النظام المروري في العاصمة بغداد يحتاج إلى نظام مروري بعدما تعطلت أغلب الإشارات الضوئية. وعلى الرغم من أن قرار تطبيق الإشارة الضوئية قد بدأ العمل به في العاصمة بغداد، إلا أن ذلك أثار الشكوك في قدرة رجال المرور على تطبيقه في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وأيضا بسبب وجود أكثر من 4 ملايين مركبة. إشارات المرور عندك في بغداد وخاصة في بغداد معطلة، يعني في سنة 2023 مخلي لشرط المرور هو ينظم السير ومخلي الإشارة واقفة، يعني ما يعتمد عليها، تختلف عن باقي الدول، هسه ما نقول العالم الغربي، لا خلينا نقول الدول المجاورة، خلينا نقول مثلا إيران، سوريا، السعودية عندنا رايحين، يعني أصلا ماكو شرط يوقف بالإشارة، الإشارة هي تشتغل تلقائية. أكثر من 60 تقاطعا في العاصمة بغداد لم تعمل به الإشارات الضوئية، موزعة على جانبي الكرخ والرصافة وبعضها في قلب بغداد، لكن لا تحرك حتى الآن من قبل مديرية المرور العامة وفرق الأمانة لإصلاح الأعطال المزمنة. سيارات هواية وإشارات معطلة وشوارع قليلة واستيراد هواية جاي يصير هاي الفترة بالعراق، يعني مع الأسف، فنتمنى أنه هاي الإشارات يصلحوها، يقللون الاستيراد مع السيارات، يعني الشوارع يعني تتوسع أكثر وأكثر. قلة الشوارع وكثرة السيارات عاملان أساسيًا في الفوضى الحاصلة، بالإضافة إلى عدم إيجاد مدن بديلة تستوعب الحجم الكبير من المركبات التي تدخل العاصمة كل يوم. غريبوني نيوز، بغداد.